أيضا إسناد الرزق له سبحانه وتعالى يدل على امتنانه على عباده في الرزق، لأنه هو الرزاق المتين. وأيضا فيه إشعار بأنه هو الذي يرزق، وأما العبد فليس له أي قدرة على الرزق. قد يكون هذا العبد واسطة أو سببا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون رزقه لعباده عن طريق الأسباب وعن طريق الوسط. فلا تقول أن والله صاحب الشركة هو الذي رزقني وأعطاني راتبي، لا، هو وسيلة واسطة سبب سخره الله سبحانه وتعالى ليصل رزق الله عن طريق هذا فلان، هكذا تعتقد. والرازق سبحانه وتعالى هو الله، رازق هو الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني أنت صاحب المال، أنت موظف مستخلف في هذا المال، وعلى الموظف أن يؤدي وظيفته على الوجه الأكمل. فإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ولا يضرهم ولا تكونوا أمثالهم. فإذن الرزاق والذي يمنح الرزق هو الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الرزق قد أتاك من أسباب ووسائط، فهذه أيضا من أسباب الرزق. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الرزق وهو خالق السبب.